السلام عليكم. وعليكم السلام على حماد، شلونك؟ شو عم تسوي؟ وعليكم السلام. بروح بروح تفضل بروح. كل عام وانت بخير. انت بخير يا رب. لك في عيد ليش انت كمان؟ شو؟ وين رحت اليوم؟ عيدت مين؟ عني رحت؟ انا انت التاني في عيد ليش؟ نحن يوم تركيا في عيد ليش؟ لا بلا عيد لبطل. ما دخلوا؟ عيدت اهلك انت شو ولا ما عيدتهم؟ حكيت مع اهلك مع ابوك امك عيدتهم ولا مالك فاضي تعيد؟ والله ما عيدت خلايا مامي، عرفنا كل واحد رجل ورا مصلحته اهم شيء، هن ما اجوا عيدوني انا ما عيدت حدا. وبعدين انت بتعرف من البيت للشغل ومن الشغل للبيت ومالي فاضي لحدا، يعني بتعرف مشاغل الاولاد مع اولاد. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، أولئك الذين لعنهم الله، فأصمهم وأعمى أبصارهم. أيوة، بدك أهلك هن اللي يدقوا لك يسألوا عنك، مو ما أنت اللي بدك تروح تعيدهم. طب عيدت عمامك، اخوالك، عيدت حدا من اخواتك البنات ولا الشباب؟ دقيت لحدا مرة وعيدت عليه؟ هي صلة الرحم، ما بتفهم انت؟ هدول بضلوا اهلك. انت نهار فكرت دق لاخواتك الشباب او عمامك او اخوالك او اخواتك البنات، نهار فكرت دق لهم تسأل عنهم تسلم عليهم؟ ها؟ خايفك منا ولولك، خايفك ليش؟ انا ليش بحكي مع واحد منهم ولا واحد سلم علي ولا واحد اجى داس بيتي وقت انا تجوزت او حدا ما اجى حدا عندي سلم علي؟ جاي بدك ياني الله اروح عيدهم؟ هني كيفك منهم؟ خليك احسن لسه. ولا خالك الثاني ما بحكي معه ولا بحبه ولا بطيقه ولا بطيق اولاده ولا بروح بحب اروح لعنده، لسه بدك ياني اروح لعنده؟ عليك بصلة الرحم فلا يخفى عليك فضلها، فهي سبب لصلة الله لك، ومن وصله الله زاد عمره وبورك له في ماله وكثر احبابه من حوله. وصل رحمك تسعد في الدنيا والاخره، اسال الله ان يجمعك بهم في جنة لا شقاء فيها أبدا. لا تبرك وتقلي أنا ما بحكي مع فلان وبحكي مع فلان، أنت مجبور تحكي معهم، خليك أحسن منه. هو ما بحكي معك أنت صير أحسن منه، ودق له وسأل عنه، حط عليه وحدة بكفي أنه عم تعمل لله، أنت ما عم تعمل لحالك. صلة الرحم ربنا وصانا فيها، هدول أهلك صح أن قطعوك، أنت عمول أحسن، خليك أحسن منهم وحكي معهم، سلم عليهم السلام لله. حسبي الله ونعم الوكيل. بس طيب أنا هلا بلكي اتصلت فيه وما رد علي ولا عبرني. انت بوقتك كون عملت اللي عليك وعملت وصلك، انت سلمت عليه وسألت عنه بكفي، وهذا الشيء بيرجع له، ربنا بحاسبه له ما بحاسبك لك، انت بحاسبك على الشيء اللي عملته وبس. خلص انت عمول اللي عليك وسأل وسلم، الزلمه بلكي طلع احسن منك ومستنيك تبعت له. تمام، انا هذا اللي بدي اياه منك بس يا اخوي. واهلك هلا بنروح انا وانت على البيت لعندهم ومنعيدهم ومنسلم عليهم، خلينا نعمل اللي علينا ونروح عند خواتنا واخواتنا واحد واحد. تمام، خلينا نعمل اللي علينا، نحن نطلع نعيدهم، هاي صلة الرحم، ما بصير بعد عن بعض، ما بصير هذا يقول والله انا هذا عدوي، والله ما بحكي مع فلان، والله ما بعمل مع فلان، هذا ضرب ابني وهذا ضرب اخوي، ما بيصير. نحن رح نعمل اللي علينا. والله مزبوط كلامك يا اخوي، والله مزبوط كل شيء حكيته مزبوط بالضبط. والله صلي اكثر من شهر ما حكيت لا مع ماما ولا مع بابا. والله على كل حال الله خلينا نقوم نروح نعيده تكرم عيونك. هيك هيك اللازم، ونروح نسلم عليهم. والله بدق لعمي ولخالي نسلم عليهم. هلا ما بدق لحدا، بنروح على بيته الواحد واحد بتعيد عليه وكل شيء مقاطعه بتصالحه، هي صلة الرحم. حتى لو هو رفضك انت بدك تصالحه، كل واحد بيعمل لحاله. هيك لازم نكون كلياتنا، لازم نضل نتصل ببعض نسأل على بعض، يعني ما بصير نعمل مشاكل بشغلات تافهة والله مشان ابني وابنه. خلص ما في مشكلة، إن شاء الله خير. هلا بتروح أول شيء بروح عند بابا وماما، بنروح نسلم عليهم ونمشي، بعدين بنروح عند إخواتنا نسلم ونعيدهم.